المستشفيات الجامعية، احنا عندنا 7 مستشفيات بتعمل كمستشفيات عزل الآن، ولكن ليه تقتصر هذه المستشفيات فقط على هيئات التدريس والعاملين في الجامعات؟ يعني ليه ما اتفتحتش للمواطنين مثلا؟ لا، لان في البدايه طبعا الموضوع التعامل مع موضوع انتشار الفيروس، الدوله متمثله في وزاره الصحه بتحط امكانيات ضخمه جدا في مستشفيات العزل ومستشفيات الامراض الصدريه وخلافه، ولكن ما يخص المستشفيات الخاصه بالجامعات هي ببساطه شديده جدا لما اتفتحت ما اتفتحتش لغرض لفئه معينه ابدا. طبعا تعلمي ان حضرتك احنا عندنا مستشفيات جامعيه بتعالج مرضى سواء بالكورونا او غير الكورونا، وبالتالي احنا معرضين كمنظومه صحيه لحالات ممكن انها يتم اكتشافها زي اللي حصل في معهد الاورام وزي اللي حصل في المستشفيات الخاصه باسكندريه او بالزقازيق او المنصوره. اذا احنا لما فتحنا المستشفيات دي ما قلنا انها هتقدر تساهم مع وزاره الصحه، الحمد لله وزاره الصحه قادره على العمل في هذا المجال باعداد، حتى لسه المستشفيات الخاصه بالصحه ما خلصتش ولا حتى يعني نسبه الاشغال فيها وصلت لمرحله تستدعي، لكن احنا كنا خط دفاع تاني ب 13 مستشفى، فتحنا منهم 7، والسبعه دول بيستقبلوا حالات سواء في العبور او في الفرنساوي او في اسيوط او في الركحي. يعني عندنا بعض المستشفيات اللي دخلت العمل ومش مقصوره ابدا على حالات بعينها، ولكن هي بتساعد وزاره الصحه في بعض الحالات اللي ممكن ان احنا بتصاب داخل المستشفيات. ليه يا دكتور ما بنفتحش هذه المستشفيات ب تكلفة، يعني بمقابل؟ يعني في ناس احنا دايما بنقول مش عايزين القادر ياخد مكان غير القادر، فلو كانت مستشفيات وزارة الصحة المخصصة للعزل هي مستشفيات بالمجان، ليه ما نفتحش هذه بعض او اجزاء من هذه المستشفيات الجامعية، الفرنساوي مثلا او عين شمس او غيرها، اجزاء معينة تكون بمقابل عشان مرة اخرى القادر لا ياخذ مكان غير القادر؟ هي المستشفيات الجامعيه بصفه عامه، يعني زي المستشفى الفرنسي اللي حضرتك يعني اشرت اليها تحديدا، هي مستشفى ذات طابع خاص، يعني هي في قانونها اللي انشات من اجله هي مستشفى ما بتاخدش موازنه من الدوله، وبالتالي هي فيها 800 سرير، فيها 86 سرير رعايه مركزه وحوالي 69 جهاز تنفس صناعي. يعني النهارده احنا بنتكلم فيها هي دخلها حوالي 201 حاله، 133 حاله مستقره، والحالات اللي في العرايه المركزه مجرد 12 حاله واللي محتاجين تنفس صناعي 3. لكن الرد على السؤال لا، هي فيها جزء اقتصادي لان طبيعه تشغيلها وتصنيفها بالنسبه للدوله هي مستشفى ذات طابع خاص لا تعتمد في ميزانيتها الا على الدخل الداخلي. بس دي لوحدها، دي المستشفى الفرنساوي بس، يعني دي فقط اللي بتقبل مصروفات يعني. بالظبط كده، لان طبعا يعني ما تقدريش في القطاع الخاص ما تقدريش انك انت تقولي له يقبل حالات، لان ده هو ليه نظامه، يعني لازم هو بيتحكم في نظام العمل الداخلي. اما فيما يخصنا الى الان مستشفى الفرنساوي بتقدر تعمل الخدمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، يمكن بتتعاقد مع جهات زي السفارات زي جهات دوليه، المصريين الغير قادرين بيتعالجوا فيها مجانا، المصريين القادرين بتعاقدات بيتعالجوا بيها بنفس قائمه الاسعار اللي كانت معلنه قبل كده. يعني المستشفى اللي بينطبق عليها الشروط الخاصه انها مستشفى ذات طابع خاص بنقدر ان احنا نعمل فيها كده. المستشفيات الاخرى اللي هي حكوميه ما فيش فيها علاج اقتصادي ودخلت معانا كمستشفيات عزل، زي ما بقول لحضرتك مستشفى الركح في جامعه اسيوط او مستشفى جامعه الفيوم او جامعه الزقازيق، كل دي مستشفيات او الازهر التخصصي، دي كلها من الست او سبع مستشفيات اللي دخلوا بتفاوت اعداد يقدروا يستقبلوا حالات بشكل منتظم.